إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، رسول ابتعثه الله على حين فترة من الرسل، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ولم يقبضه الله إليه حتى تركنا على المحجة البيضاء وعلى الشريعة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد عباد الله، إن المتبصر في هذه الحياة الدنيا يرى أيامها وكأنها ساعات، ويرى الساعات وكأنها لحظات، فهل من معتبر قبل الرحيل؟ وهل من متزود ليوم البكاء والعويل؟ وهل من منتبه من غفلته قبل أن يجد نفسه منحصرا على ما فرط في جلب ربه الجليل؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جلب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا تمر الأيام من هذه الدنيا وكأنها لمحة بصر،
التي كثرت